ورجعنا معكم هلأ من بعد الفاصل. أنا ورح سميه هلأ زميلي الإعلامي محمد الغفيلي. أوكي، ضيفتنا وصلت هلأ على البرنامج هي المحامية بشرى الهندال. مرحبا، يا هلا فيكم، مساكم الله بالخير. شو نورتينا يا سارة. الله يسلمك يا رب. الله يعينك على القضايا اللي تجيك وتستشارين فيها حتى. اي أيوة والله، ومشاكل وايد وما تخلص، والله يعين الجميع طبعا. امين. الله يسلمك. عرفتي شو هو موضوع حلقتنا اليوم يلي هو عن الخيانه، مش بس الخيانه لانه رح نحكي ثلاث محاور. اي نعم. بالنسبه للسوشيال ميديا والعلاقه الزوجيه، منا الخيانه الزوجيه، منا الهوس بالمشاهير، ومنا عدم الحوار. صحيح. ما بتشوف اوقات انت علي بالكافي شوب قاعدين وكل واحد بموبايله؟ هي مشكله ترى، يمكن الاستاذه بشرى حتى تخبرنا فيها، انه غالبيه الناس لو اخذ مبدا الاعتراف، خلينا نسميه ما بين الطرفين، طرفي الزواج، اعتقد لو كان في اعتراف او على الاقل في مثلا مصارحه ما بين الشخص المتزوج والمتزوجة، أعتقد تلافوا كثير من المشاكل. صح ولا لا أستاذة بشرى؟ طبعا. هو طبعا أهم شيء في العلاقة الزوجية هو الاحترام. إذا بنت العلاقة الزوجية على الاحترام كل الأمور تهون. ولا بد أن يكون في يعني حوار أيضا في البيت، يعني الزوجة تكلم الزوج، الزوج يكلمها، يتحاورون، يتناقشون. لا بد أن يكون حوار. لكن إحنا اللي قاعد نشوفه دخول السوشيال ميديا والتطور التكنولوجي اللي قاعد يصير 24 ساعة المرأة ماسكة تليفونها وزوجها ماسك تليفونها، ما في حوار، ما في نقاش. وصل الأمر ان الزوجه تقعد في غرفه والزوج في غرفه، تطرش له واتساب طلبات البيت، لسته مطلوب كذا وكذا وكذا، او اذا بده يصلحها كمان بيبعث لها واتساب، يبعث لها واتساب. حتى المشكله انه قاعد تصير حتى الطلاق يدز لها واتساب انت طالق، يعني شوف شلون. هذا معترف فيه قانونيا اذا قال لها واتساب انت طالق؟ طبعا هو يعني ممكن قانونيا يؤخذ فيه بالتطور التكنولوجي الجديد، زين، لكن هو المفروض شرعا لفظيا يكون هناك. كويس انك ذكرت النقطة الشرعية، لان احنا بالشرع ممكن يكون الطلاق كتابيا، ومش صحيح. هو كتبه ممكن بالواتساب، مش هو اللي بعته. اي نعم، لكن لابد ان طبعا نعود الى الافتاء ونتاكد من الطلاق هذا هل وقع صحيح ولا لا. طبعا احنا موضوعنا مش الطلاق. إيه نعم. موضوعنا هو المشاكل الزوجية اللي ممكن تصير بسبب السوشيال ميديا. في عنا هلا حالة موجودة وهي اوريدي عانت من خيانة زوجية، ما هنشوفها هلا. اوكي، رح نشوف تقرير وبعدين رح نشوف الحالة. خلينا نشوف التقرير. هل السوشيال ميديا هي صارت نقمة بالحياة الزوجية؟ شفنا تقرير بسيط، شو تعليقكم عليه كإعلامي وكمحامية؟ نعم. نبدأ بالسادة إن شاء الله. طبعا أنا بس أبي أفسر موضوع الخيانة الزوجية. يعني أنا يوني سيدات أو أخوان، مثلا بعض الأخوان يقول لي أنا برفع طلاق للضرر بسبب الخيانة الزوجية، أو مثلا طلاق بسبب الخيانة الزوجية. هو قانونيا ما في شيء اسمه سبب من أسباب الطلاق الخيانة الزوجية، هو ضرر النفسي من خلال الخيانة الزوجية أدى إلى وجود الطلاق أو الخلاف. أتفق معك. صحيح. نعم، فبالتالي اليوم الخيانة الزوجية هي لها عدة جوانب. يعني الخيانة صحيح. الزوجية مو مستحدثة علينا. رح نحكي نحن الخيانة الزوجية إلكترونية. إلكترونية. أوكي. إيه نعم، هي مو مستحدثة علينا، ولكن استحدثت من خلال الجرائم الإلكترونية والسوشيال ميديا والبرامج اللي عبت في الآونة الأخيرة. طبعا اللي قاعد يصير إنه يمكن بداية البرامج هذه بدأت الزوجات تدخل في حسابات وهمية علشان تراقب زوجها. إذا كان حسابه برايفت تتأكد هو يكلم بنات ولا ما يكلم بنات، أو مثلا تتحرش فيه تشوف ردة فعله. صحيح. حتى لو كان حسابه هل هو بيتعاطى بيتجاوب؟ نعم. بيرد، بيعطي مجال. نعم. كذا. بس أنا عندي مشكلة يا سادة بشرى. نعم. المشكلة هي إلى أنه أنا حكيتها مع سسدير في بداية اللقاء. نعم. إذا وجد الثقة انعدمت كل المشاكل الأخرى. أكيد. لأنه في وجود خلافات ومع وجود ثقة تنحل الخلافات، هذا واحد. بس خالد محمد علي، الثقة بتجي من خلال تصرفات. يعني صح. أنا ممكن أفقدها إذا لقيت زوجي مثلا طول الوقت بموبايله وقاعد برايفت وما صح. بيعطيني موبايله، بخاف. هذه حالات ثانية. صح، يصير شك. هذه حالات ثانية بالفعل. إيه نعم. الثانية وهي المهمة. يعني أنا قاعد أسمع من أول ما بدينا اللقاء أنه والله كلها إحنا زي اللي حاطين الوسائط الإلكترونية، يعني بمعنى آخر تويتر، إنستغرام، سناب شات، فيسبوك، واتيفر، عاملينهم زي شمعدان أو شماعة، وإنه إحنا ما نخطي هذول هم الأسباب، سبب أخطائنا. أنا ما أتفق صراحة مع هذا، بس هي صارت أسهل للخطيئة. الخطأ خطأ البشر. طبعا.
طبعا باي سوشيال نتورك. بس علي هي صارت اسهل للخطا. يعني انا لما انا اكون عامل شخصيه وهميه فيني فوت على اي شخص ما حدا عارفني واعمل اللي بدي، يعني هو سهل لي الخطا اعمله، غير ما انا قدام الناس بدي اعمل خطا هكون احسب مليون حساب. برضه هذه من ضمن الاشياء اللي صارت. نعم، يعني احنا مثلا مرت علينا حالات مثلا المغازل، واحد يتغازل بنت مثلا، تحريض على الفسق والفجور، هذه الاشياء البدائيه. اليوم صارت هذه الامور موجوده في السوشيال ميديا وصارت سهل انها توصل لبيوت بيوت الناس. هل في عندك حالات زي طبعا عندي حالات كثيره. احنا وصل لنا الامر ان حتى الزوج بدا يشك في زوجته. يعني انا عندي حاله من الحالات الزوج راح حط له حساب في السناب شات وسوى حط اسم انه هو بنت وضاف زوجته وبدا يسولف معاها ويتحاور معاها. يعني المكتب كان يقول لي زوجتي مو زينه، ليش مو زينه؟ كان يقول انا مسوي حساب. قلت له انت مسوي حساب وهمي انك بنت، فهي قاعده تتحاور معاك ما تدري انك ريال. زين، فانت ليش توهم نفسك ان زوجتك مو زينه؟ هل هي قالت شيء مو زين؟ طيب قال لا. استاذ بشرى، تعتبرين انه الحالات المشاكل بسبب الوسائط الالكترونيه تعتبرين انها صارت ظاهره في الكويت، في الوطن الخليجي، في الوطن العربي، تعتبرينها صارت ظاهرة؟ يعني في دول أوروبا، في دول العالمية، حدثي ولا حرج، لكن عندنا احنا تعتبرينها صارت ظاهرة ولا بسبب العادات والتقاليد مسكت عنها؟ لا، ما صارت ظاهرة لحد الآن، يعني الحمد لله تحكمنا العادات والتقاليد، كنا احنا مجتمع عربي ومحافظ وخليجي، يعني ان شاء الله ما توصل الى مستوى الظاهره. ولكن احنا متعودين ان قضايا الطلاق دائما عدم الانفاق، الهجر، السب، القذف. اليوم دش علينا شيء جديد، فاحنا منبهرين بالتكنولوجيا الجديده وبالقضايا الجديده من هالنوعيه هذه. بس مع الوقت راح تخف هذه النوعيه من القضايا. عشان كذا هي عملت لنا حاله. هي مش عملتها، هي اوريدي موجوده. بس استاذه بشرى، قبل ما نطلع هلا مع الحاله بدي اسالك سؤال. هل فعلا بتأيدي هلا في شيء عم بنحكى فيه انه المغازل بالدايركت مسج او شيء ممكن يؤدي لسجن ولا لا؟ طبعا هو طبقا لقانون تقنيه المعلومات 63 على 2015 ذكر انه مثلا ان انا لو مثلا بدخل على حسابات شخصيه ويكون هناك في اساءه او تحريض على الفسق والفجور، تكون هنالك عقوبه الحبس من السنتين الى الخمس سنوات. وفعلا هذه ماده موجوده في هذا القانون بالفعل وعم تطبق في حال دقيقه بس استاذه بشرى، لانه شوي القانون دائما يكون دقيق. نعم، في حال الشكوى ولا حتى بدون شكوى؟ طبعا الشكوى الشخصيه، يعني الشخص اليوم لابد الشخص المتضرر تعرض للتحرش او مثلا المغازل او تحريض على الفسق والفجور انه يتقدم بالشكوى امام اداره مكافحه الجرائم طيب الالكترونيه. المستندات ايش؟ مستندات. نعم؟ انا الان مثلا زوج او هي مثلا الان زوجه، نعم، ايش المستندات، ايش الثبوتيات اللي تثبت لدى القضاء او القائمين على امر القضاء لانه هذا الفعل يجرم؟ هو انت بتقدم الكلام والعباره اللي موجوده. الكلام فقط يجرم ايضا عليه؟ طبعا، لان انت مثلا بتاخذ صوره ضوئيه من المحادثه مثلا بتقدمها امام جهه التحقيق. بس هذه في حال اذا الاكونت معمول من البلد، يمكن هو عامل اكونت على فكره من اي كندا مثلا او شيء ممكن. بس صعب كثير يوصلوا له بهالطريقه. طبعا، لان احنا ما عندنا يعني تعاون دولي مع الدول الاخرى لحد الان، ولكن يستطيع الشخص انه يتقدم بالشكوى لانه ممكن يكون حساب وهمي وموجود بالديره وممكن يتوصل في طريقه نستدل على بياناته اذا حساب وهمي. نعم، اي، لان اداره مكافحه المخدرات واداره الجرائم الالكترونيه يقدرون المباحث الجرائم. هذه ميزه ترى يا استاذ بشرى. نعم، في الاونه الاخيره يمكن احنا عاصرنا التقنيه يمكن من حوالي 10 سنوات او 9 سنوات ابتداء بالفيسبوك وما الى ذلك. نعم، الفتره الاخيره اصبح في اطار لاستخدام الوسائط الالكترونيه. نعم، واخيرا فعل في الوطن الخليجي، في الكويت، في السعوديه، في قطر، في البحرين، بدا يفعل وبدا يؤخذ اجراءات وبدات مزبوط. اثبات حالات لجرائم الكترونيه من ضمنها الخيانات. طيب. نعم، طبعا هو هذا عفوا القانون الجديد يعني صارم وحاسم، يعني كان يا في اوانه، لان احنا ما كان عندنا قانون خاص بالجرائم الالكترونيه، ولكن مؤخرا تم اقراره. وعم بيصير في ناس تاخذ على فكره حذارها وتكون مثل بيقولوا ما بقى تعمل اوفر لانه عارفه رح تتحاسب، يعني هذا الشيء اعطاها رادع. طبعا، قبل ما نطلع مع الحاله بدي اقول لكل الناس انه نحن عندنا صديق البرنامج الاخصائي الاكلينيكي احمد الملا، هو عم بيتابعنا هلا على الهواء، واخر الحلقه هيعطينا الراي العلمي الاجتماعي النفسي عن سياق الحلقه. هلا خلينا نشوف عنا حالة
وهي مثل ما قلتي شوي تعرضت لخيانة زوجية من خلال وسائل السوشيال ميديا. خلينا نسمعها. طبعا هي ما رح تقول اسمها الحقيقي، هي اسمها فجر المستعار، وغيرنا شوي صوتها. خلينا نسمع. يلا فجر انت موجودة. طبعا مشكلتي ابتدت من خلال السوشيال ميديا. لاحظت كومنتات بأكاونت زوجي، على كل صورة كنت لازم ألاقي من نفس الأكاونت تعليقات، وهذه التعليقات هي اللي خلتني يعني شدتني، لأن تعليقات غير عادية مو نفس التعليقات الباقية، فخذتني الغيرة والفضول أبي أعرف شنو الموضوع، فقررت أني أدش عليها بالدايركت مسج وأسألها هل بينك وبين زوجي علاقة؟ فكلمتها، انصدمت بالرد منها، أما قالت لي أن إيه أنا على علاقة معه، وعن قريب رح يطلقك ورح يكون بيننا زواج. طيب بدي أسألك شغلة، هي قالت لك أنه رح يطلقك ورح يكون بينك زواج، أنت كنت خبرتيني تحت الهواء أنه أنت قررتي تفتحي أكاونت وهمي بعدين، صح؟ أول شيء شو صار؟ واجهتيه لجوزك؟ طبعا أنا بعد ما كلمتها واجهته، كلمتها قلت له أن أنا كلمت صاحبة الأكاونت وقالت لي أن بينكم علاقة. فهو بالبداية نكر، قال لي لا أنا مو على علاقة معاها، وعشان أرضيك أنا أعطيها بلوك ونسكر الموضوع يعني. وتسلحتي أنت وياه؟ إي. طيب وبعدين ليش رجعتي عملتي أكاونت وهمي؟ يعني ما ارتحت، حسيت أن الموضوع فيه شيء. أوكي يعني شو صار؟ سويت أكاونت وهمي وضفته منه، حطيت صورة يعني تجي تقولين صورة أنه من الستايل اللي هو يحبه. أوكي. دشيت عليه، لقيته يسولف ياخذ ويعطي بالكلام. بعدين توعدت وقلتي تلتقي انت وياه بمكان او شيء؟ اي بلا صار. وبعدين شو صار؟ رحت المكان اللي اتفقنا عليه. اوكي. فانصدم لما لقاني انا اللي جيت، انا اللي موجوده. اوكي. ما اعرف، بس خلاص يعني ما اعرف انه يرجع الموضوع او اوكي. فاذا وبعدين هلا اتخنقتي انت وياه وهلا انت مش بوضع ما بقى في ثقه؟ لا ما حابب تسالها شيء علي او هيك؟ وبعدين انت كمحاميه لو سمحتي لي انا عندي نقطتين ابغى اسالك عنهم. النقطه الاولى، ما تلاحظين انه انت غررتي فيه؟ ما شنو هي؟ ما لاحظتي انه انت غررتي فيه؟ يعني لما انت قلتي، انا شدني لما قلتي لي انه ارسلتي لزوجك بعد ما شكيتي فيه، ارسلتي له صوره بالستايل اللي هو يحبه او بالطريقه اللي هو يحبه. هذا 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 اجتماعيا ترى وسيكولوجيا يعتبر نوع من التغرير. انا ما انكر انه زوجك اخطا، بس ما هي عملت هيك لانه ما عندها ثقه فيه بقى، بتتاكد انه هو فعلا. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، جاوبي على النقطه هذه. يعني بتحب تعتقد انه انت السبب خليتيه هو خليتيه يتمادى؟ خليتي يعني بامكانك كانك توقفينا في البدايه قبل ما توصل للمراحل اللي مراحل متطوره. انا الحركه هذه اني اتاكد اكثر. طيب انت تاكدتي قبل؟ اي. طيب خلي هذه النقطه الثانيه، لما واجهتيه في الموقع اللي اتفقتي انت وياه على وقت اللقاء، ما حاولتي انك تفرغين جزء من العتب في وقتها؟ يعني حار بحار. لا مو، لان صارت الصدمه انه خلاص انه شاف مو الشخص اللي. طيب هذا الوقت المناسب لك، لانه انت تضغطين عليه، هو اوريدي اخذ الصدمه وانت الان اعلى منه اسهم، انت اقوى في موقف اقوى منه. فهنا انت اي كلمه بتقولينها هتمشي. بس علي انت ببدايه الحلقه قلت شغله كثير مهمه، الثقه كثير مهمه، هي اوريدي انعدمت. هذه اهم نقطتين. بس هي من اول حادثه انعدمت، فهي قررت انه ترجع تتاكد لتشوف اذا فعلا هالثقه موجوده او لا. معلش ازيد سؤال ثالث، كم عمرك؟ ما بدك تقول كم عمرك؟ لا بدون اسم بدون اي شيء، بس كم العمر؟ 26. 26، تزوجتوا من كم سنه؟
سبع سنين. سبع سنين يعني لما تزوجتي كان عمرك 19؟ لا 21 او 20؟ لا الحين عمري 26. تزوجتي وانت عمرك 19؟ طيب هلا انا عندك سؤال للمحاميه. انت كنت عم بتقولي انك حابه تنفصلي بس هو ما بده يطلق، وانت حابه تحصلي على كل حقوقك وما بعرف، حابه تساليها شيء قبل ما هي تجاوب؟ يعني بهالحاله هذه شلون ممكن ان يتم الطلاق والانفصال واكون ماخذه كل حقوقي يعني؟ اي نعم. طبعا يعني هي تستطيع ان مثلا بطريقه وديه تحل الموضوع معاه وتقول له خلاص استحاله العشره ويطلقها وانتهى الموضوع، تتحصل على حقوقها. لكن اذا الزوج عانت وما رضى وقال لها قدامك المحاكم، مضطره انها تقوم برفع دعوه طبعا قضائيه امام المحكمه وتطالب بالتطليق وتقول ان هذا طلاق للضرر بسبب الاضرار النفسيه. يعني احنا قلنا الخيانه الزوجيه تعتبر ضرر نفسي، وترفع دعوه وتقدم اثباتاتها امام المحكمه. صحيح. وتطالب بكافه حقوقها الشرعيه طبعا المترتبه على الزواج والطلاق. لان حتى في الشرع اصلا يا استاذه بشرى، يعني الشرع يقول لك او تسريحهم باحسان. اي نعم. فالان لانه الزوج اصبح بموقف الغلط ومجرم قانونيا حتى. اي نعم. اي نعم. بحكم القانون الكويتي او حتى القانون بشكل عام. اي نعم. مجرم. فاعتقد انه من باب اولى انه يتخذ مبدا تسريح باحسان وتعويض. طبعا هو دام انه حس انه هو غلطان ومؤديها نفسيا، المفروض من نفسه يطلق. والطلاق بإرادة الزوج، ما له داعي هي بعد عقب اللي حاشها تتبهذل بالمحاكم وترفع قضايا. صح. المفروض صح. من نفسه يطلق ويعوضها ويعطيها كل حقوقها الشرعية. في عنا بعد شوي مفروض يكون عنا اتصال من الحالة فاطمة. ايه في عنا حالة هلا بعد شوي هتطلع معنا برضو في ذات السياق. ايه بس مش خيانة، شيء ثاني غريب من نوعه له علاقة بالسوشيال ميديا، بس انا مش حابة احرقها، حابة هي تطلع على الهواء تقولها. طيب هل في طريقة ممكن يتصلح الموقف بيناتهم كمحامية؟ اليوم قلتي لي انت انه أيه. صلحتي اثنين في يعني في حالات صلح بالفعل يعني. تو اليوم تسألني محامية ومصلحة اجتماعية، قلت لها انا توني جاية من المكتب مخلصة موضوع الصلح بالفعل. يعني احنا دائما نسعى للصلح، ودائما انا لما تجيني المرأة تقول لي ابي طلاق او الزوج يقول ابي طلاق، لان ايضا الزوج من حقه انه يقوم برفع دعوة طلاق للضرر اذا كانت في اساءة من الزوجة. دائما نقول لهم فكروا، راجعوا نفسكم، روحوا بيتكم وفكروا وردوا مره ثانيه. بس لأن هي كيف رح تكسبي انت كمحاميه؟ ولكن يعني احنا صحيح ما نكسب، بس تكسب على الاقل اجتماعيا. انا ما ابي اهدم بيت مقابل ان انا مثلا اتربح. احنا اليوم نبي نساعد الناس، الناس قاعد تجيني المكتب تاخذ استشارات قانونيه. انا اهنيك هذا جزء من المسؤوليه الاجتماعيه لمهنه المحاماه. اكيد. وانا وايد قاعد تجيني يعني مثلا اسئله ان انت ليش تحلين الموضوع ودي؟ ليش تسعين للصلح؟ زين انا قاعد اهدم بيت ليش؟ دام انه بامكاني اني ساعده خل اسعى للصلح، ما فيها طيب. شيء. هلا في عندنا الحاله موجوده على الهواء، بس قبل ما اخذها انا اول ما قالت لي قصتها يعني انصدمت، له علاقه بالهوس بالمشاهير. فاطمه انت معنا على الهواء؟ الو مساء الخير. هاي مرحبا، خبرينا شو القصه تبعتك فاطمه؟ والله شوف الموضوع، انا تزوجت من فتره يعني قريبه. اول ما تزوجت يعني رايلي طالع تليفوني كان يشوف السناب مالي، كان يسالني ليش مو متابعة فلانه. واحده من مشاهير السوشيال ميديا. يعني بده انه يكون سناب فلاني موجود عندك عم بيقول لك؟ اي يعني قاعد يسالني ليش مو متابعتها. اوكي. كان اقول له عادي، كان يضيفها عندي على السناب. صار انه يسالني ليش ما تلبسين نفسها. اوكي. ويبيني البس نفس الملابس واسوي نفس الاشياء اللي هي تسويها، اروح نفس الاماكن. اوكي. شو صار انا يعني انا صرت اقول انه ما عندي الاشياء اللي عندها. ويوديني السوق ويشتري نفس الاغراض، نفس اللبس، نفس المكياج. يعني بده اياك تكوني استمساخ هيدا يبيني اكون نسخه منه. ايوه. اوكي، شو صار بعدين؟ اللي صار ان تهاوشنا، انا ردت بيت اهلي. وهلا الحين يعني احنا راح نتطلق صراحه، راح ننفصل، لان انا ما اقدر اعيش يعني بحياه انسانه ثانيه غيري. هو متزوجني انا مو متزوج فلانه.
هلا فاطمه انت هلا وصلتي للطلاق وشكرا لك، بس هلا ان شاء الله يكون هناخد اتصال استاذ احمد الملا يلي هو الاخصائي المفروض هلا عم بيسمعنا، رح نشوف اذا يمكن خطه مشغول عم بيقولوا لي الاعداد. بس اذا انتم شو رايكم بهذا الشيء، يعني لما شخص حابب يكون استنساخ؟ اعتقد هذا جزء من المرض يا استاذه بشرى ولا لا؟ مرض هو نفسي هو يعني. هو الحلو ان الزوجه تلبس وتكشخ حق الزوج وتتسنع وتظهر بمظهر جميل، يعني المراه ما في داعي انها تظهر برا البيت كاشخه ولابسه ومتزقرته وداخل البيت بشكل ترى هذا اللي احنا نعاني منه حتى بعد. نعم بس انه كثير انه في بعض السيدات السيدات عندها انه تطلع لزواج او تطلع لمناسبه او تطلع مثلا مع صحباتها كاشخه فل على سن العشرة على قولة المصريين، ولما تصير في البيت مع احترامي طبعا لبعض السيدات الا انه بعضهم يصير شكلها هيلق طبعا، فهنا الخطا ترى مشترك يا جماعة الخير. فهي المفروض انها تشوف نفسها هل هي موفرة هالاحتياجات لزوجها، وليش قاعد يطالع غيرها؟ هل هي ينقصها شيء ولا لا؟ اذا كانت كاملة مكملة ما فيها مشكلة ويقول لها قلدي فلانة ومن حقها تزعل. عندهم المرض. اي نعم من حقها تزعل صراحة. لكن اذا كانت هيني حتى في بعض السيدات هن في دعاية بحضرها اوقات على تشانل المصرية، بتكون حدا عامل اكسيدنت بالسيارة وانحرق وجهه، فبتروح بتجيب له صورة سيليبرتي للدكتور بتقول له هو هيك شكله اعمل له عملية، المهم بصير شكله مثل هالسيليبرتي هو، فبشوف حاله بالمراية بيقول ده مش أنا المريض، بيقول له هي أعطتني الصورة إنه قد ما هي مهووسة بالسيليبرتي، يعني حتى السيدات صح بيكونوا أوقات مهووسين. ترى في نقطة برضه يا أستاذة بشرى وهذه أنا أتفق أوكي. معها وأبغى أناقشكم فيها، إنه ترى بعض الناس خاصة المشاهدين الناس العادية مفكره انه السليبرتي او المشهور او المشهوره اي نعم انه والله هذا هو بشكله من يصحى الى ينام، هذا غلط. ترى المشهور او المشهوره يعرض لك او يخليك تشوف الجزء بس اللي هو يبغى يخليك تشوفه الجميل في حياته بس صح. هلا نحن انت عارف القوانين علي الغفالي الله يستر لا الكنترول ذبحني انه خلص الوقت لازم ايوه هيدي هي. واستاذ احمد الملا للاسف مش معنا على الخط وكان مفروض يعطينا رايه العلمي للحلقه، بركي الاسبوع الجاي بينضم لنا. شكرا لك المحاميه بشرى الهندال، شكرا الله يسلمك يعطيكم العافيه. سعيده اما علي الغفالي انا كثير سعيده انك موجود هون عنا بالكويت وجيت خصيصا كرمال البرنامج، عن جد شكرا. العفو بالعكس، انا اتشرف اولا انه انا موجود في دوله وفي بلد ما راح اقول لكم شقيق وباس، ولا راح اقول لكم هم اهلنا، ولا راح اقول لكم انه الكويت عروس الخليج وكذا، لا بس اللي ما يحب الكويت يحب من؟ هذا هو السؤال اللي انا اوجهه عن طريق شاشه العداله. يحب لبنان. اوكي الموضوع كان كثير حساس وما لازم ناخده بهالسطحيه هيدي، يعني نحن حاولنا قد ما فينا نبسطه للناس لحتى عن جد الوسائل الاتصال الاجتماعي عم بتاثر بالعلاقه الزوجيه وبليز لازم ما تكون هي الادمان نحن مدمنين عليها، خلينا هي نحن نكون نسيطر عليها مش هي اللي تسيطر علينا. يلا انا استاذ دال بشوفكم الاسبوع الجاي مع هي وهو، باي باي.